ايش الحياه هذه؟ لا ولا الواحد يموت احسن من هالدنيا هذه كلها يا راجل. احنا ان شاء الله بنطلع دكاتره ومهندسين هيك ان شاء الله في مجتمع فلسطين كله. مش بس امي، كان زي صديقه لي واختي الكبيره من اكبر بنات. نهنيها، توقعنا انه فرقيع في الجو ادونا قنبله. حدا بيخافش من الموت؟ أنا إن شاء الله إن شاء الله إذا مش في المشوار مقاومة وجاه في سبيل الله. بتعمر فينا بلادنا غزة، بتعمر فينا بلادنا غزة، بتعمر فينا بلادنا غزة، بتعمر فينا بيوت كتير وبكره العدو بيهدمها، بدك كتير بنيان وبكره الحارب تيجي تهاجمها. اعطيك كمان بنيان غزة عنوان لمكان، لان عدام الاتزان فرق بنيان مخلخلة. اذا كان كلية تانية بدها زراعة وبتقول لي مش عاوز علاج، مين اللي عاوز علاج؟ عندي 100 كلمة بلساني فايش راح احكي لما غزة هسه حرب خلصت تحتاج اني لحتى احكي. غزة بدها ايد لتبني، غزة بدها مين يعمر، غزة بدها سواعدكو عز مين انها مشمر، غزة طابت تبعدش عن بعض يا شعب ارضي. انا غزة من بعد الحرب اللي ما حد ملاها، انا فلسطين والعالم ارفعوا الايادي فوق، تصبحوا شعلة غيري انا فانا الوطن. هناك اتهامات بأنكم شباب صايع أيضاً وفاشل ويعمل على تضييع وقته من خلال الراب. تعمر فينا 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 تعمر فينا